هانم انا ريحت ضميري، انا جيت وخطبتها وسيادتك اللي رفضتي. انا يا ابني مين قال الكلام ده؟ بالعكس ده انا حتى قلبي انشرح اما شافك. يعني يا ابني هنلاقي عريس لسنة احسن منك بالظبط. بس انا يعني ايوه يعني عايز كرسي. كرسي اتفضل. اتفضل. لا اقعد انت. اتفضل. بس انا ما عنديش فلوس للمهر والشبك. مهر ايه وشبكة ايه؟ احنا عندنا كل حاجة. دي حتى عادات قديمة وبايخة. وما اقدرش اجيب لها شقة كبيرة اسكنها. ان شاء الله مسكونة فوق السطوح. يا ابني دي مراتك وانت حر فيها. طب ومشكلة العربية هنعمل فيها ايه؟ يا حبيبي هي المواصلات كفرت، ما كل الناس بتركبها. وان ما كانش معاكوا فلوس تركبوا، ايه تمشوا؟ ده حتى المشي كله رياضة. اكيد اكيد كله رياضة. أفكر. والله فكرة. ايه رايك يا حنان؟ بقول كنت انا وانت نحاول معاهم مره تانية وجايز نوصل اللي احنا عايزين. غلط غلط غلط. اي محاوله كده معناها ضياع وقت من غير اي داعي. انا كل اللي يهمني يا انسه حنان ان اشوفكم متجوزين وعايشين في تبات ونبات ومخلفين صبيان وبنات، وانا بشيلهم على ايديا واربيهم، ولما يكبروا ويشوفوني جاي يشاوروا عليا ويقولوا عمو سامي اهو، عمو سامي اهو. يا سلام يا استاذ سامي، انا ما شفتش في حياتي انسان مخلص زيك ابدا. خلاص انا هسبقكم على البيت واستنى في اوضتي لغايه ما يوصل مجدي، وهعمل كل اللي تقولوا عليه. عن اذنكم. انا عارفه مصلحه بنتي كويس. لو كنت تعرفي مصلحه بنتي كويس ما كنتيش ضيعتي من ايدينا عريس زي مجدي ده. ليكوا برقبتكم. ميرسي يا طنط. سامع يا انكل؟ اسكت انت يا بصوصه مخلوعه. تقدري تقولي لي لما ريكو يضيع الفلوس اللي ورثها من امه يقدر يعيشها منين؟ يصرف عليها ازاي؟ ياخدها ويسرح معاها ببيانولا على القهاوي علشان يرقص لهم رقصه الشمعدان؟ والله يا انكل ده هنبقى دويتو ظريف خالص. انا مش قادره اعرف ايه اللي عجبك في اللي اسمه مجدي ده؟ لانه متعلم عنده شهادات عليا ويقدر يشتغل ويعيش بيها، ثم بين علي طيب ومستقيم مش زي سيريكو ده اللي عاوزه تحسبيه علينا راجل. مجدي ده ايه ده اللي بتقوله عليه؟ ده حته حشره صرصار ادوس عليه برجليا. يا وبلدي قوي ما يعرفش اي حاجه في الاتيكيت. بلدي قوي يا اختي. الله يرحم والدي اللي كان بيركب لطربوش ولوزه. أيّاه، انتوا هتخانقوا بعديكم؟ فهمي ستوتو ستوتو يا هاني معدل لسانك علشان اعرف اكلمك. بابا كان تاجر. تاجر وبابيكيا. لا دي اهانة كبيرة قوي يا فهمي، قوي قوي. فعلا يا طارق دي اهانة لا تغتفر. يا ده انت غور من وش الاحسن انفخك اطيرك من الشباك. طب والله العظيم والله العظيم والله العظيم لولا انك انكل لكنت بارستك بالسيف. تبرزني بالسيف ولا بمبرد المناخير؟ انا لازم انتقم لشرف العيله. شرف العيله ولا شرف الخنافس يا واد وزير؟ يا انكل تعالى هنا تعالى هنا. عيب يا عيب يا فادي. كده برضه تضربني يا فهمي. كلمة عز والحق عليك. معاملتي الطيبة ليكي خليتك تفتكري انك انت الراجل وانا ست. انا راجل يا فهمي. مش بعيد في يوم من الايام تربي شنبك ودقنك وتلبسي بلغة وتقعدي مع الفتوات في القهاوي وتطلبي شيشة. انا يستحيل اعيش معاك بعد النهارده. يا لالي يا لالي غالي والطلب رخيص.
أنا هقول للمأذون اللي هيكتب كتاب مجدي على بنتي إني أنا مطلقك بال 18. اقص عليك يا خاين يا دور، ودون عليك عشان السنين الطويلة دي يا فهد. قصدك السنين اللي قضيتهم في المنطورة معاكي؟ ثم اسمعي، من الآن فصاعد ما تندهنيش بفهمي حاجة. قولي يا سي فهمي واتكي على سيدي أول. حاضر يا سي فهمي. ألغيكم. بلاش يا أخويا، أنا موافقة على اللي توافق عليه. مجدي ده إنسان ممتاز. خلاص ممتاز. ثم بكلميني بالعربي، بلاش الإلغي دي. أحسن والله أسكعك ألم خليك تنتقي بالفصحى. حاضر يا سي فهمي. يا شوف مين يا محمود. أقول مين؟ أنت اللي تفتح الباب. ملكم. الجنس اللطيف هذا جنس نمرود. يا ألف مرحبا. أهلا حاجة وسهلا. يا سهلا وحشتنا قوي يا سعادة الدين. إزيك يا حاجة؟ اتفضل. إزيك يا سعيدة؟ الله يسلمك. ايه انت لسه بتتكسفي؟ هو انا موديني بتاعي اللي حكايتي بسوق دي ليه؟ هقول لك ايه ولا ايه يا سعاده البيت؟ نعم انت يا مسعده. حاضر يا بوي. مش احنا يا بيه. طب انا ما عديك كده يا بوي. ولا عديك كده. طب انا ما انا واقفه يا بوي. لا يا حبيبتي، تعالي نامي في اوضه حلال. يا فين كان بدي العب وياها يا حرجه في زمانها جاي. ايه وحديها؟ اه امال عاوزاني احطها تحت الحراسه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا بوي. اما كسوفه الرقبه خش نام. تعالي يا حبيبتي. البت بارد يا فهمي بيه في رقبتي لحد دلوقتي ما فيش عريس واحد قال. كل البنات اللي من دورها اتجوز وخلف ودست عيال وهي اللي قاعده لك ده زي البيت الحجر. طب وما صورتوهاش المشايخ ليه؟ طول النهار عم بلفلفها وكل شيخ وكل مقام بندر لها في ند. اهلا عم بصرية. اهلا يا حلوة. ازيك يا خالي؟ اهلا بيكي اهلا بيكي. ما شاء الله ما شاء الله. أمال فين مسعيدة؟ نايمة في أوضتك يا حبيبتي. أوضتي. اشرب عشان تسخن. انا ما بشربش. الليله دي لازم تشرب عشان تعرف تتصرف كويس. اشرب. مبروك عليك يا غالي. دلالي اللي محارستك الحلوة يا غالي. شد حيلك، انا هستنى جنب التليفون عشان اجيب المأذون والشهود واجي. كان نفسي اسامه انا وانت نتجوز في يوم واحد. لا يا صاحبي، انا لسه بدري على بال ما الاقي الانسان اللي تستاهل قلبي وحبي وخبرتي الكبيره في عالم النساء. انا مراتي يا صديقي العزيز لازم تكون حاجه تانية خالص. اي واحد يشوفها يحلف انه ما شاف جمال زيها في البلد كلها. الليلة دي أسعد ليلة في حياتي. لازم كسبت البريمو. بريمو مين يا ترسو؟ أنا جوزت اتنين لبعض. إيه؟ مجدي فين؟ مجدي راحلك. مصيبة يا أستاذ سامي مصيبة. ليه؟ أنا الليلة دي مش هنام في أوضتي.
امال مين اللي هينام؟ واحدة تانية. واحدة تانية؟ يا نهار اسود، تعالي بسرعة تعالي، رحنا في داهية. خير يا اخ. اهلا وسهلا، مساء النور. طالع انا دور الدور الثاني. الثاني كويس، ربنا معاك. تشكر اخ. مسكين تلاقيه عايز يتجوز زي حالاتي. عشان نفسي اتفقنا عليه. انت مين؟ انا اللي بيحبك، اللي بيموت فيكي، بيعبدك. انا اللي جاي لنادي يا قاتل يا مقتول عشان اتجوزك. امال عريس، عريس يا بوي، عريس يا بوي، عريس عريس يا بوي. يا ست عريس يا بوي. عشان يجي يتستر على الفضيحه اللي حصلت دي. فضيحه ايه بس؟ انا لا يمكن اسكت على الاعتداء ده. ياه، قفشناك مع بنتي في اوضه النوم والدنيا ليل وظلمه كماني، وتقول لي فضيحه ايه دي؟ وبصني كمان يا ابوي. انا بصتك يا عم، وقعتك مهببه. هو قال لي كلام يدوخ، انا دايخ يا ابوي. ليلتك منيله ب60 نيله كماني. والله العظيم مظلوم، بريء بريء يا بيه، والله بريء. ولا كلمه، هتتجوزها ولا هتشاهد على روحك؟ اتشاهد على روحي احسن. ايه حصل ايه؟ عريس عريس مصطدته ازاي؟ العبوا يا ابوي، ضخوا بس ما تعوروش يا ابوي، انا عايزاه سليم يا ابوي. مش ممكن يسيبه واصل. بس انا خايفه لا يكون حرامي ودخل يسرقنا. حرامي حرامي، هو احنا لاقيين؟ خلاص قتلوه؟ لا يا بنتي، ده نفد بجلده. على فكره انا ووالدتك موافقين على جوازك من المهندس مجدي. صحيح يا ماما؟ طبعا صحيح يا حبيبتي، ده عنده شهاده وله مستقبل، مش كده برضه يا سيف فهمي؟ تمام، خليه في يوم من الايام مع عائلته علشان نتعرف عليهم. مساء الخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ابني بتيجي على الريحه؟ بركاتك يا حسين. هي